اقول لك اخر 10 سنوات الدوري بتاعنا كان بيقعد قد ايه؟ حاجه تخوف، حاجه ترعب كده. تعالى اوريك موسم 2013 2014 كان البدايه 24 ديسمبر 2013 والنهايه 7 يوليو 2014، قعد 195 يوم وده رقم حلو جدا، بس ما تنساش انه الدوري ده كان من مجموعتين، مش دوري طبيعي، مش دوري عادي يعني، فخلص بسرعه. موسم 2014 2015 البدايه كان في 15 سبتمبر 2014، النهايه 3 اغسطس 2015، قعد كام ده يا شباب؟ قعد 322، يعني السنه تقريبا. موسم 2015 2016 بدانا 20 اكتوبر 2015 ونهينا في 9 يوليو 2016، عدد الايام 263. موسم 2016 2017 بدأنا 15 سبتمبر 2016 نهينا في 17 يوليو 2017، قعدنا 297 يوم، يعني 300 يوم تقريبا. 2017 2018 بدأنا 8 سبتمبر 2017 خلصنا 20 مايو، قعدنا 254، بنلعب في شوية أيام قليلة كده يعني. 2018 2019 بدأنا 31 يوليو 2018 نهينا كام؟ 28 يوليو 2019 قعدنا 301 يوم. ده بقى حكاية الدوري بتاع كورونا والتوقف بتاع كورونا. موسم 2019-2020 21 سبتمبر 2019 نهاية 31 أكتوبر 2020، عدد الأيام قد إيه بقى؟ 406 يوم، يعني سنة وشوية، مفهوم. موسم 2020-2021 بدأنا 11 ديسمبر 2020 نهينا 18 أغسطس 2021 وقعدنا 260 يوم. موسم 2021-2022 بدأنا 25 أكتوبر 2021 نهينا 30 أغسطس 2022، قعدنا كام؟ 309 يوم. الموسم ده بقى، أو لأ ده الموسم اللي قبل ده، 2022-2023 بدأنا 18 أكتوبر 2022 نهينا 26 يوليو 2023، قعدنا 281 يوم. والموسم اللي لسه ما خلصش ده، أو خلص يعني خلاص أهو بيخلص معانا، 2023-2024 بدأنا 18 سبتمبر ونهينا في 18 أغسطس 2024 335 يوم بالتمام والكمال. موسم 2024-2025 المقترح من برنامج رقم 10 يبدأ 23 سبتمبر 2024 ينتهي 28 مايو 2025، عدد الأيام المقترحة أو عدد الأيام لهذا الجدول، للجدول المقترح 247 يوم. وده بالنسبة للعشر سنين اللي فاتوا، ده أقل عدد أيام يتلعب فيها الدوري، باستثناء طبعا 2013-2014 كان بمجموعتين، لكن بالشكل الطبيعي بالجدول ده أقل عدد أيام ممكن نخلص فيه الدوري. أنت متخيل نخلص الدوري بتاعنا في مايو؟ نخلص زي الدوري الإنجليزي والأسباني والفرنساوي والإيطالي؟ أنت متخيل ده تمنه إيه؟ أندية بتريح، معسكرات، منتخب بياخد اللعيبة اللي هو عايزها، ما بنتخانقش مع بعض كل يوم، ما فيش نادي بيقول انا لعيبتي جالها رباط صليب وارهاقت وبدنيا و بسبب الضغط. كل حاجه هتبقى حلوه ولذيذه، كل حاجه هتبقى حلوه ولذيذه، بس لو مشينا بالدوري ده.